آه شيخ راشد الهدايا وصلين شباب، الهدايا وصلين من تي ان ومن تيمو ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى قصة جديدة. قصتنا اليوم مختلفة قليلا بعض الشيء، ولكن قلت أعرض لكم هذا الفيديو عن روابط الدعوة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير. يعني فالقصة تبدأ يعني أنك تدعو ناس أنهم يدخلون عبر الرابط الذي هو خاص بك، تنزل تطبيق ويستفيد الأول ويستفيد الثاني، فهي طريقة تسويقية يعني ممتازة، ويعني بطريقة غير مباشرة، بدل ما تدفع الشركة للمشهور أنه ينزل إعلان، هو يشد حيله ويشارك الرابط هذا حق التطبيق وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. من ضمنها أنا شاهدت خالد شايع، وقد كان مرة قبل مدة يعني لبعض البنوك في المملكة، هو مغترب هناك في المملكة، أعتقد ليورباية والراجحي كذا تطبيق، وكان يدعو وحصل بعد كل شخص 10. فكثيرا أنا شاهدت يعني يطلب من أصدقائه فتح الجوال، فهو الرابط ما يفتح إلا في جهاز واحد مرة واحدة فقط، هذا للمعلومية. لكن الشركة هذه الواحد البعض يتوقع يعني أنها صينية، هي ليست صينية، هذه شين صينية، ولكن في شركة رخيصة، والتطبيق هذا حق تيما أظن قرأت الاسم تمام، هي أمريكية ولكن يعني تعمل من الصين. هذا أولا، البعض توقع انها من الصين ولكن الشركه هي امريكيه، ولكن انها شركه جديده وتوزعت في كل مكان في انحاء العالم، وبطريقه التسويق هذه ويرسلوا لك هدايا. يعني انا شفت ناس كثير استلموا هدايا واستلموا جاكيتات وملابس وجواتي وكاشات. شيخ راشد الهدايا وصلين شباب، الهدايا وصلين من تي ان ومن تي ما شاء الله تبارك الله. الذي يشتري الهدايا الحين السماعه وقزمه وجاكيت، الذي يشتري الهدايا الحين حمل الرابط هذا، احط لكم الرابط واضغط على الرابط، حمل التطبيق ودخل جوالك وتجيك الهدايا على طول. وصلنا راشد معروف خالد شايع قال لسه في الصحراء، البصمه غرز في الصحراء. ما بالك المشاهير الان يطلبوا الله قرعه. فالتسويق الالكتروني هو تسويق يعني مثل اي شركه مثل امازون وبعض الشركات، لكن هذه الشركه رخيصه جدا، يعني تلاقي اشياء من دولار من دولار ونص، يعني انا شفت حتى طائره درون ب 14 دولار يعني، ف غير معقول يعني تخفيضات تلاقي 90% 95%، يعني ما قد حصلت مثل هذه التخفيضات. انا حاولت يعني اتعرف شوي يعني عن ايش السر وراء هذا وليش رخيص، ومن ضمنهم يعني تابعت فيديو لعمر ابو الربا، اعتقد شاب اردني على اليوتيوب، وبعض المقالات على الفيسبوك. المعروف ان التاجر يعني اذا يريد انه يشتري بضاعه يذهب الى الصين يختار البضاعه، يا أشحنها عملية شحن بعدها مخازن، ثم يبيع في الجملة، ومن الجملة يبيعها إلى تفرقة، ثم تصل إلى المستهلك بأضعاف أضعاف، يعني قد تصل إلى 10 أضعاف قيمتها، إذا مثلا شروها ب$5 تصل ب$50 وهكذا. لكن هذه الشركة تختلف حسب ما عرفت أنا، أنها يعني من المصنع إلى المستهلك، يطلبون الطلب عبر التسويق الإلكتروني، فهم من يوصلون وهم من ينتجون. فالشركة هذه هي في الصين وتنتج هناك في عمالة يعني متوفرة، والصينيين يصنعون طبعا كل شيء وبأرخص الأثمان، وشحنها عبر الشحن بالسفن وتصل إلى المستهلك تقريبا بأرخص الأثمان. أيضا أنا حسب ما عرفت إن يعني ما يدفعوا ضرائب، يعني في بعض الدول ما يدفعون فيها ضرائب أو يتهربون، أو إن البضاعة حسب ما عرفت أنا من أبو الرب اللي هو عمر أبو الرب، إن البضاعة إذا دخلت إلى الولايات الأمريكية المتحدة فهي إذا أقل من $850 فما عليك يعني دفع ضريبة، فهي تهرب ضريبيا هذه الشركة. أيضا التسويق، يعني التسويق أنت إذا دخلت إلى المتجر الإلكتروني تحصل هذا الشيء، يعني عاد باقي منها قطعة واحدة فقط، فتقدر تطلب 4-5 عادي، ولكن هناك تشوف أنها كأنها قطعة واحدة فقط. وبنفس الوقت إذا أنت عجبك الشيء هذا تقول يمكن أحد يشتري قبلي ويا أنزلها، فتروح تدفع، يعني تدفع بنفس الوقت يعني بسرعة تحاسب من البطاقة الإلكترونية. فهم يستخدمون يعني تقريبا الذكاء أو يلعبون على النفسيات، مثلا الحين المشهورين، يعني أنا شفت مشهورين يتنافسون كل واحد يفعل الرابط على صفحته بالفيسبوك ليلاقي أشياء بسيطة أو هدايا بسيطة، وبنفس الوقت المتجر هذا ينتشر في أنحاء العالم، وبنفس الوقت أنهم فاعلين تخفيضات، فهم من المصنع إلى المستهلك. بس هذا ما كان اليوم لدينا من قصتنا لهذه الروابط الإلكترونية التي يدعون مشاركة الدعوة، بعض الأحيان كل واحد يطلب من صاحبه افتح هذا الرابط وإقبال الدعوة. فهذه ما وضحتها، أن حبيت أوضحه بهذا الفيديو، إن المسألة يعني فيها رخص وفيها احتيال وفيها ذكاء يعني تسويقي.
فأنت إذا دخلت إلى هذا المتجر ودعوت أصدقائك يعطوا لك جوائز عينية بسيطة، ولكن يكون قد تعبت وشاركت الرابط في كل مكان. فهذا كل ما لدينا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.